محمد البابا الآن من صيدا يطلعنا أكثر على الوضع في جنوب لبنان. نتحدث عن غارات إسرائيلية جديدة في الجنوب اللبناني وأيضا استهدافات من قبل الحزب على حيفا. نعم بالفعل، صباح الخير مبروك. يعني العمليات أو الغارات عادت بعد هدوء، يعني نسبة كان في منتصف الليل حتى 7 صباحا عادت الغارات. الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على محيط مستشفى مرج عيون، أيضا هناك معلومات عن سقوط إصابات على كفر تبنين، وهناك أيضا يتداول أن هناك ضحيتين وثلاثة جرحى على زبدين، على كفر جوز، على النبطية، على أطراف سور. أيضا استهدفت الغارات أيضا في ساعات منتصف الليل مدينة النبطية، بنت جبال، زبدين، كفر رمان، حبوش، انصار، البازورية، وايضا في المروانيه. وهناك معلومات عن سقوط ايضا اصابات في المروانيه. بالامس ايضا كان هناك غارات عنيفه بعد الظهر حتى 9 مساء طالت منطقه الزهراني، دير الزهراني، ونشب حريق كبير لساعات، حتى ساعات الصباح الاولى كان الدفاع المدني والجيش اللبناني يعملون على اطفاء الحرائق في وادي دير الزهراني. ايضا المسيرات التي كان لها دور في بالامس باستهداف عده سيارات عند حاجز الاول في صيدا، تم استهداف سياره يقودها شاب من يدعى حسين شومر، ويتداول انه عنصر، يتداول وليست معلومات مؤكده، انه عنصر في حزب الله، قضى هو وشقيقتيه بفعل استهداف المسيره. مما وايضا تم استهداف سيارتهم من نوع هوندا سي ار في، اثناء مرور قافله لليونيفيل سجل 4 اصابات في اليونيفيل. 3 عسكريين من الجيش اللبناني كانوا يتواجدون على حاجز الجيش اللبناني في الاول في مدخل صيدا الشمالي، اصيبوا بجروح طفيفه. حادث الامس كان له أثر كبير على مدينة صيدا. بعد هذا الاستهداف عند مدخل صيدا الشمالي خفت الحركة داخل مدينة صيدا. يتداول أنه أيضا عدد من النازحين غادروا مدينة صيدا خوفا من تصعيد قد يطال هذه المدينة بعد سلسلة الغارات التي طالت صيدا بحارة صيدا في الأسبوعين الماضيين. والآن عند مدخل صيدا الشمالي أيضا المسيرات عندما تحلق، وكنا ذكرنا بالأمس أنه أثناء وجود مسيرات فوق مدينة صيدا أن هناك هدف تحاول أن ترصده المسيرات وتستهدفه، وهذا حصل منذ استهداف. تفضل أكمل الفكرة. منذ استهداف؟ نعم مبروك. نعم حتى ننهي، في حال وجود مسيرات أن المسيرات ترصد هدف ليتم استهدافه، وهذا ما حصل مرارا وتكرارا في محيط مدينة صيدا من الغازية إلى بالقرب من مخدوشة وحتى من بلدة حارة صيدا.